ميرسي. سيدات ساداتي، نقترب الآن من ميناء القاهرة الدولي. كابتن إيهاب عبد العزيز وطاقم الطائرة يتمنى لكم إقامة طيبة. رجاء ربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين. دلع السلامة دكتورة فاطمة. الله يسلمك. انت تعرفني؟ اه طبعا. لكن انا ما اعرفكش. ازاي؟ احنا اتقابلنا كتير قبل كده. شيكاغو، واشنطن، سان فرانسيسكو، ونيويورك طبعا في مركز الابحاث الطبية. حضرتك بتشتغل في مركز الابحاث؟ لا، ليه واحد قريبي بيشتغل هناك. دكتور درايتون. درايتون؟ طبعا، ده زميلي في نفس تخصصي. انت بتقول انه قريبك؟ ايوه. انت مش مصري؟ مصري طبعا، والدتي مصرية ووالدي جنسية امريكاني، وهو قريب من ناحيته. اهلا وسهلا. اسمي جلال. جلال؟ جلال سلطان، وبشتغل خبير سياحي. اهلا وسهلا. يلا يا جماعة، مدي يا بطاطا مدي. تعالي هنا، ازاي ما تقوليليش في ولا جواب من جواباتك انك انت اتجوزتي؟ اصلك مش عارفة يا بطة، احنا اتجوزنا وما اتجوزناش. يعني ايه؟ حجزنا شقة في مشروع اسكاني وقالوا لنا هتستلموها بعد كام شهر. قمنا اتجوزنا، فاتت 3 سنين لحد دلوقتي. طب وهتستلموا الشقة امتى؟ مش باين هنستلمها ابدا. المشروع كله طلع عملية نصب في نصب، وفي قضية منظورة قدام المحاكم، ولو رجعت لنا فلوسنا هيبقى كويس. مش معقول. تصوري كل الفلوس اللي حوشها محمد في الخليج. يا خبر ابيض، وانتوا عايشين فين دلوقتي؟ هو عايش عند مامته وانا عايشه عند مامتي. مش معقول. معقول جدا وعادي كمان، وكل عرسان البلد زينا كده. يبقى انا على كده بقى عمري ما هتجوز. يلا يلا نكمل. يا اخي اركب اسكني. اركب يا سيدي، ده انت لك عاي قوي. ما انا عارف حركاتك. ما بدخنش. شايفه مصر منوره ازاي؟ ويلكم يا بطاطا. ميرسي يا خال. بيتنا وحشني شكلي يا ماما. نفس الريحه ونفس ريحه البخور العظيمه. بخور عمك الحاج قال. هو فين يا ماما؟ وحشني قوي ونفسي ده لسه ساكن قدامنا زي ما كان، بس في الوقت ده بيبقى لسه في الجامع وما يرجعش الا بعد صلاه العشاء. يا نور النبي يا نور النبي يا ابن ادم اهو. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا بحمد ربنا يا بنتي اللي مد في عمري لغايه ما شفتك يا بنت اغلى الناس. انت عارف انا كنت ببعت لك السلام في كل جواباتي. طبعا. عن اذنكم بقى ما تيجي معانا يا عمر. عامر بحسكم يا رب يا رب. مع السلامه. مع السلامه. ويلكم يا بطاطا. ويلكم. ثانك يو فيري ماتش. نورت الكل. اهلا اهلا اهلا، نورتي بيتك يا حبيبتي والله زمان. وحشتيني. البيت ده وحشني قوي يا ماما. نورتي مصر وضلمتي امريكا. انت بالك يا حبيبتي يا وحشتوني قوي قوي. ايه دي؟ الشنطه دي بتاعت مين؟ شنطتك؟ جت مع شنطتك؟ لا دي مش شنطتي. امال ايه اللي جابها هنا؟ يا خبر، دي شنطه الاستاذ جلال. جلال؟ جلال مين يا فاطمه؟ واحد قابلته في الطيارة، كان معايا لما شفتكم في المطار، اختفى فجأة، نسي شنطته مع شنطي. بتقول اسمه جلال؟ ايوه، حتى فكرني بالمرحوم الله يرحمه. مين المرحوم جلال؟ كان خطيبها ومات قبل ما تسافر.
مات؟ خطبها ومات؟ مات ازاي يا وش السعد؟ بص انا السبب في موته. ما تقوليش كده يا فاطمه، الاعمار بيد الله. اصل جلال مات في حادثه. خلينا بقى في جلال صاحب الشنطه، بكره يجي لك ويدور عليها. ما يعرفش عن مين يا ماما. انت ما قريتيش الجرايد في الطياره ولا ايه؟ لا. ليه؟ صحيح صورتك منشوره واسمك ووظيفتك يا دكتور. ايه ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه وصولك، يعني اخيرا بقى بتاع الشنطه لو عايز يلاقيك مش هيتعب. ده مين اللي كتب الكلام ده؟ زمايلك في المركز القومي للبحوث. في واحد دكتور كده مش فاكره اسمه اتصل وقال هي هتيجي امتى وميعاد الطياره، وقال انه من المركز. دكتور اسامه؟ صح هو ده. مين ده يا سيدي؟ ده يا ستي كان زميلي في الجامعه وفي المركز، وهو اللي اشرف على مشروعي بتاع الدكتوراه بتاعي. عارفة ان هو راجل طيب جدا ومن اقمر الناس اللي شفتها في حياتي. قولي لي الله وحشتك اوضتك؟ موت. ما اقولكيش قد ايه. اظن بقى السفر هترتاح شويه. صح، هسيبكم انا دلوقتي بقى واجي لكم بعدين. الحمد لله على السلامه يا بطاطا. جود باي. مع السلامه. مع السلامه. طب وانا هروح فين؟ استناني في الصاله. انا جاي في الصاله؟ انا جايه. هاتي الهدية بتاعتي. دايما يهزر كده. قولي لي يا حبيبتي هتفتحي الشنط بتوعك؟ لا لا انا بساعدك. لا يا حبيبتي سيبيهم لبكره بقى وعليكي خير. بس معايا انا هحضر لك لقمه صغيره كده على ميعادي العشاء ما يجي. انا اكلت في الطياره لكن عايزه ادبها مظبوط بقى بالليل. ده انا عندي كل الاكل اللي مثل دي. حبيبه قلب. الف الف الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. يلا سيبيها ترتاح. تعرفي لو ما قلتيش انك تعبانه لا يمكن كنت هسيبك دقيقه واحده. لكن اسمعي انا هروح اوزع جوزي وارجع لك جاري. يلا لحظه انتي وعشان يموت. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني اخترت البعثة. احنا هنتناقش تاني. انا مش موافق. عشان خاطري ما تأزمش الموقف. انا ما خلقتش الأزمة. طيب الأزمة هي اللي فرضت نفسها. انا طلعت الأولى على دفعتي، والجامعة هي اللي رشحتني للبعثة دي. ده شيء أي طالب في الدنيا يتمناه. أنا كنت فاكراك هتفرحي وتشجعني، مش تشجعني على إني أسيب فرصة عظيمة زي دي. أشجعك؟ أشجعك على إيه؟ على إننا ما نتجوزش؟ لما أرجع هنتجوز. لو سافرتي مش هنتجوز. يوه هو تهديد؟ لا ده قرار. مستحيل. وانا مستحيل ارجع في قراري. راح فين؟ مالكش دعوه. طب استني اوصلك. لا مش محتاجه حد يوصلني، انا عارفه طريقي كويس. فاطمه فاطمه. Thank you.
بلال. بلال. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقي كده وردي عليا. انت كنت بتصرخي ليه؟ ما اعرفش. كنت صرختك جابتني من اخر البيت. مش عارفه. في ايه يا فاطمه؟ فوقي كده وقولي لي كنت بتصرخي ليه؟ شفته يا ماما. شفته. ايه يا فاطمه؟ نفس اللي كنت بشوفه زمان، نفس الحلم، حادثة جلال. جلال الله يرحمه. وايه اللي فكرت بجلال وحادثة جلال؟ يمكن عشان صاحب الشنطة اسمه جلال؟ لا، أنا كنت بتفرج على الألبوم. قطع الألبوم وقطعت الصور اللي فيه. أنا عارفة، خليني، يا ريتني قطعته بإيدي دول قبل ما ترجعي، ولا حرقته حتى. مش كفاية إن هو مات محروق؟ الأمر بيد الله يا بنتي. اترحمي عليه وقولي له الفتح. اسمعي يا فاطمه، انا هروح اصلي وهاجي انام معاكي. لا يا ماما، روحي ارتاحي انت، انا بقيت احسن. على كيفك. مش عايزه حاجه يا دكتوره؟ ميرسي يا حبيبتي. تصبحي على خير. وانت من الكمون ما يحبش تحميش من اللي قلبك يحبها. جيت اهو. صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. صباح الخير يا نادي عمري. صباح الخير يا دكتور. شكلك مستعجل. ورايا مليون مشوار النهارده، عندي الجامعه والمركز والوزاره، مش عارفه هجيب وقت ده كله منين. خساره، كنت ناويه اطلب منك توصليني التلفزيون. هوصلك اخر الدنيا، انت تقومي قولي لي اخبار التلفزيون ايه؟ النهارده في امتحان المذيعات الجداد، لو نجحت هسيب الوظيفه الاداريه. ان شاء الله هتنجحي يا حبيبي. صباح الخير. صباح النور يا قشطه. جود مورنينج. جود مورنينج. صباح الخير. ازيك؟ هاو ار يو؟ الحمد لله. طيب. نحمدوك. ثانك يو. ازيك يا خالي؟ فين السواق؟ السواق قدامك اهو، والعربية واقفة قدام البيت ملعلطة منورة الشارع. ومفاتيح يا ست. دي مفاتيح جديدة لانجا خالي. طبعا جديدة، معقول خالك يبقى عنده أجانس قد الدنيا ويجيب لك عربية نص عمر. يا حبيبي يا خالي. يا حبيبتي. ميرسي يا خالي، بس العربية غالية قوي دلوقتي. ما تغناش عليك يا بطاطا يا غالية. ربنا يجعلها وش السعد عليك. كده يا خالو، وأنا بقى ماليش عربية ولو حتى نص عمر. أوعدك بعربية زيها تمام. يوم ما افتح التلفزيون كده والاقي وشك منور فيه بالالوان الطبيعيه. انا عايزاها عربيه بيضاء. بيضاء يا بطه. هي عربيه بطه لونها ايه؟ لونها دي مفاجاه. يلا ننزل. يلا يا حلو. يلا.
صباح الخير يا حسين. صباح الفل. على فين انت على افطر معانا؟ لا لا انا فطرت خلاص. طب اعمل لك قهوه ولا شاي؟ مفيش وقت، انا هاخد بطاطا تنزلني في سكتها، عندي شغل كتير. خلي جاب لي عربيه جديده يا ماما. ايوه مبروك يا حبيبتي، تعيش وتجيب لهم. يلا 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 عربيه من هنا. افطر يا ولاد. لا 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 يلا. لا ده كلام. افطر انا. يا حبيب قلبي يا خالي، ربنا يخليك ليا يا رب. عجبتك؟ تجنن تجنن تجنن. ويلكم. حلوه قوي يا ماما، هتوصليني كل يوم. كل يوم. يلا. الله اكبر. برجلك لمين؟ اهي. سمي يا بطاطا. على مهلك يا بطاطا. ازيك يا سعيد؟ وحشتيني. يا دكتوره فاطمه، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضلي دكتور اسامه منتظر، ده لسه سائلني عليك. انا جايه في ميعادي بالظبط. طول عمرك كده يا دكتوره، كل اللي في المركز كانوا بيظبطوا ساعتهم على مواعيد. اتفضلي. دكتوره فاطمه اسماعيل يا فندم. اهلا. اهلا. ازيك يا دكتوره؟ اهلا دكتوره، اخيرا افتكرتينا. اتفضلي استريحي. انت اول واحد ازوره من ساعه ما وصلت، طبعا بعد الزيارات العائليه والواجبات اللي انت عارفها. الحمد لله على السلامه، وحشتينا قوي. يا ترى لسه مكاني محفوظ في المركز؟ والمركز تحت امرك وبيرحب بيك، بل ومتمسك بيك كمان. بس المهم تكون انت عايزه كده بصحيح. اه طبعا. انا عندي معلومات ان السيد الوزير طلب يقابلك. والميعاد اتحدد النهارده الساعه 12، يعني اخرج من هنا واروح على الوزاره على طول. الوزير هيعرض عليكي وظيفه هامه في ديوان الوزاره. أنا هعمل إيه في الديوان؟ أنا مكاني هنا في المركز مع أبحاثي. ومكتبك جاهز لاستقبالك من يوم ما وصلت تلغرافك من أمريكا بإنك راجعة بالسلامة. أنا يا دوب دلوقتي ألحق ميعاد الوزير. كان يهمني قوي أعرف نتيجة المقابلة. على العموم أنا هكون في النقابة الساعة 2، يا ريت تتصلي بيه. لا هفوت عليك. على إذنك. مع السلامة. الله يسلمك. أنا لسه شرفت. مع السلامة. الله يسلمك. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك فين أوضة سيادة الوزير؟ أوضة سيادة الوزير هتخش كده على إيدك الشمال، هي هتبقى على إيدك اليمين. أستاذ جلال؟ أستاذ جلال؟ يا أستاذ جلال؟ أستاذ جلال؟ من فضلك الأستاذ جلال. جلال مين يا فندم؟ الأستاذ اللي دخل الأوضة دي دلوقتي. محدش دخل هنا خالص. أنا شايفاه بعناية الاتنين داخل الأوضة. أنا قاعد لوحدي زي ما حضرتك شايفة، يمكن حضرتك غلطت في الأوضة. يمكن. شكرا. العفو. أهلا. أهلا. ازيك يا دكتور اسامه؟ ها عملت ايه؟ تعالى. قابلت الوزير واعتذرت له عن الوظيفه الاداريه وقلت له ان انا عايز ارجع مكاني للمركز. وافق ومضى على الاوراق كلها قدامي ورجعت للمركز تاني زي ما اتمنيت. تمام. وزي ما اتمنيت انا كمان يا فاطمه. دكتور اسامه، يا فاطمه الكلام اللي هقوله لك دلوقتي فكرت اقوله لك من زمان لكن ما قدرتش اقوله. لما كنت طالبه في الكليه كنت انا مدرس، حتى لما اتخرجت وتعينت معيدة وبقيت زميلتي في المركز برضه ما قدرتش. فكرت اكتب لك وانت في امريكا. النهارده بس لقيت عندي الشجاعة ان انا اقول لك انا بحبك يا فاطمة. بحبك من اول يوم شفتك فيه. بحبك. وهفضل احبك لاخر يوم في عمري. ما كنتش احب اكون السبب في تعبك. مفيش اي متاعب يا فاطمة. الظروف اللي اتقابلنا فيها كانت صعبة. انا كنت لسه في بداية حياتي. كنت لسه في مرحلة تكوين النفس. وانت كمان كان ليكي ظروف خاصه. كنت مخطوبه. لكن اعتقد ان الظروف اتغيرت علشان كده اتكلمت. تقصد ايه بان الظروف اتغيرت؟ انت مش مخطوبه دلوقتي؟ لا مش مخطوبه. تتجوزيني يا دكتوره؟ اتجوزك؟ ايوه. دي مفاجاه بالنسبه لي. انا كنت فاكر انك عارفه من قبل ما نتكلم. عارفه انك عايز تتجوزني؟ اني بحبك يا فاطمه. جايز فكرت في كده لكن وقتها كنت مشغولة.
كان في قلب انسان تاني. كنت فاهمه ان اهتمامك مجرد اهتمام استاذ بتلمسته، وفضل معايا الاحساس ده هو لحد لما كبرنا وبقينا زملاء. انا اسف يا دكتور، يا ريتني فضلت ساكت. بالعكس، انا سعيده جدا انك اتكلمت. سعيده؟ من حقي اعرف انك بتحبني وعايز تتجوزني، ومن حقي يبقى عندي وقت افكر قبل ما ارد عليك. خدي الوقت اللي يريحك، وانا مبدئيا موافق على اي نتيجه لتفكيرك. مهما كانت النتيجه، مهما كانت النتيجه هنفضل زملاء واصدقاء. دكتوره فاطمه مالك؟ ولا حاجه، انا ببص على الشخص اللي واقف هناك. اللي واقف مع الدكتوره بوسينة؟ نسي شنطه عندي مع شنط يوم رجوعي من امريكا. تحب اندهلك عليه؟ هو اسمه ايه؟ لا لا لا، انا هروح اتكلم معاه دلوقتي، لحظه واحده من فضلك. استاذ جلال، استاذ جلال، في حاجه يا فندم؟ انا اسفه. حصل خير. يا دكتورة فاطمة؟ مش هو يخلق مش شبه 40؟ ولا حتى شبهه، مفيش شبه بينهم خالص. يبقى مجرد خداع نظر. أنا شفت كويس، متأكدة إن هو. معقولة نظر يخدعني للدرجة دي؟ إيه الحكاية؟ إزاي تخلي حاجة هايفة بالشكل ده تقلقك؟ بس دي مش أول مرة. غريبة. طب يلا بينا، يلا. انتي مهتمة بالراجل ده ليه؟ أنا مش مهتمة بيه، أنا مهتمة باللي حصل، اللي أنا قلتلك عليه. اللي حصل ده شيء عادي، واحد افتكرتيه هو وطلع مش هو، فيها إيه دي؟ بتحصل كل يوم. طب خلاص. مش عاجبك الكلام؟ لا مش عاجبني، لأنك بتتكلمي بالظبط زي الدكتور أسامة. خلاص، قولي لنا أنتي بقى عاوزة إيه من الراجل ده؟ عايزة تديله شنطته. الشنطة؟ يا ترى فيها إيه الشنطة دي؟ تيجي نفتحها؟ لا عيب، عيب يا نادي، ما يصحش. إيه ما يصحش؟ مش يمكن فيها حاجة ممنوعة ولا حاجة متهربة؟ لا يا شيخ بلاش كلام فارغ. اسمعي يا فاطمة، الراجل ده عارف اسمك وعارف شغلك ويقدر يوصلك بسهولة، تقدري تقولي لي ما بيدورش على شنطته ليه؟ أكيد أكيد الشنطة دي فيها سر. أنت بدأت تخوفيني بجد. اسمعي أنا هفتح الشنطة. لا لا بلاش النادي، انا هحطها مطرحه في الدولاب، ولما يظهر لها صاحب بقى يبقى يجي ياخدها. واذا ما ظهرش يا فاطمه يبقى نشوف هنعمل ايه. لا مش فاطمه. فاطمه مالك يا فاطمه؟ هيجي لسيادتك. خليك. اهلا دكتور اسامه، اتفضل. انا مش الدكتور اسامه. صباح الخير، انا جلال سلطان، فاكراني؟ اهلا وسهلا، اتفضل. أنا أولاً بعتذر عن حضوري المفاجئ، لكن في الحقيقة أنا كنت مضطر. أنا عارفة حضرتك جاي لي. صحيح؟ عارفة إن في شنطة طايحة مني؟ أنا قلت يمكن الشنطة فعلاً عندي، نسيتها مع شنطي. ما عندكيش فكرة أنت ريحتيني قد إيه دلوقتي؟ لازم الشنطة فيها حاجات مهمة؟ فعلاً فيها أوراق مهمة، حجج إثبات ملكية تخص والدتي. يا ترى الشنطة دي موجودة هنا دلوقتي؟ لا للأسف في البيت، لكن لو تفوت عليا بكرة إن شاء الله هتكون تحت أمرك. أنا متشكر أوي. بعد إذنك أفوت عليك بكرة؟ تحت أمرك. في أي وقت، بس حضرتك لسه ما شربتش القهوة. واضح إن سيادتك مشغولة، ودكتور أسامة هيفتح الباب ويدخل حالا.
مين الراجل ده؟ ده صاحب الشنطة. وجاي يعمل ايه؟ ليه يسأل ما يتوهش؟ ودي تاني؟ لا هيجي بكرة ياخدها. تاني هيجي بكرة؟ انت مالك متحامل عليه كده ليه؟ انت تعرفه؟ ابدا اصلا جلده اصفر وعينيه زايغه كده زي ما يكون حاطط مكياج. لحقت تشوف ده كله في الباصه السريعه دي؟ اتفضل اقعد وقول لي. انت ما تسيبش مكتبك الا لو في حاجه مهمه قوي. طول عمري عجبني ذكائك. بقول لك ايه؟ عايزك تشرفي على البحث بتاع الدكتوره امينه. دي التلميذه اللي انت مهتم بيها؟ متشكر قوي. على ايه؟ اتمنى ان سؤالي ده يكون عن غيره. عشان اثبت لك حسن نيتي انا هشرف على البحث بتاعها بنفسي. متشكر قوي. السلام عليكم. واضح ان سيادتك مشغوله والدكتور اسامه هيفتح الباب ويدخل حالا. تشربي شاي ولا قهوه؟ لا ده انا واقعه من الجوع ولازم اكل فورا. اهو ده بقى الكلام اللي بيفتح النفس بصحيح. انا هقول لماما تحضر لنا لقمه ناكلها سوا. ايه كله ماما ماما؟ ما انت تقومي تحضري لنا لقمه كده يا واد جميل. وراك ايه؟ على رايي. ما انت عارفه بقى الشغل الاداري من الصبح لحد الظهر وبس. لكن بقى لو جالي جواب التلفزيون من جهته وبقيت مذيعه ياه مش حافظه ولا دقيقه. هما بيبعتوا جوابات لكل اللي امتحنوا؟ اللي ينجح بس. بكره يا ستي هيجي لك حته تدين جواب وتقولي الدكتوره قالت. من بقك لباب السما يا دكتوره. لحسن انا خلاص زهقت من قعده المكتب دي من غير شغله ولا مشغله. عامله زي الشنطه يا اللي قاعده في الدولاب من غير صاحب. اسكتي نسيت اقول لك مش صاحبها ظهر وجالي. صحيح؟ ايوه. وعرفتي فيها ايه؟ قال يا ستي ان فيها اوراق رسميه بتخص والدته، لكن يظهر ان الشنطه فيها حاجه اهم من كده. وحياتك يا ناديه طلعيها لي من الدولاب عشان ما انساش اخدها معايا بكره. حاضر عيني. الشنطة مش في الدولاب يا فاطمة. أمال راحت فين يا نادية؟ راحت فين؟ ماما يا ماما خبر الشنطة في الدولاب فعلا. أنا مش عارفة راحت فين من ساعة ما حطيتها في الدولاب ما شفتهاش تاني. نعم نعم. في إيه؟ مالك بتزعقي ليه يا فاطمة؟ فين الشنطة اللي كانت في الدولاب يا ماما؟ شنطة إيه؟ أنا ما فتحتش الدولاب ده خالص يا ماما. الشنطة كانت في الدولاب. طب ما أنا عارفة إنها كانت في الدولاب لكن انا ما شفتهاش وما جتش يمتها ولا يمت الدولاب ده خالص. يعني الارض اتشقت وبلعتها يا ماما؟ ما دام الشنطه في البيت ضروري هنلقاها. ممكن نقلب البيت ده حته حته. الراجل جاي ياخد مني الشنطه بكره اقول له ايه؟ وليه ضاعت؟ معقوله؟ ضاعت؟ ضاعت يعني ايه يا دكتوره؟ يعني ضاعت. دورنا عليها في البيت كله ما لقيناهاش. مش ممكن تكون اتسرقت؟ في حاجه تانية ضاعت من البيت؟ لا ولا حاجه ضاعت من البيت الا الشنطه. وده شيء اللي انا مش قادره افهمه. ولا انا كمان قادر افهمه. لكن خلاص. طب والاوراق؟ واوراق والدتك؟ هي مش عارف اعمل ايه. ومش عارف كمان احول ايه لوالدتي. الاوراق الرسميه ممكن استخراجها من الجهات المسؤوله. اه طبعا. اكيد هنحاول. استاذ جلال انا اسفه جدا. انا سايباهم في البيت بيدوروا في كل ركن فيه. وان شاء الله هيلاقوها. يا ريت يا دكتوره. طيب حضرتك ممكن تسيب لي نمرة تليفونك اتصل بيك اول ما نلاقيها؟ انا تليفوني عطلان بكل اسف. ممكن انا ابقى اتصل بيكي؟ اه اوي يا ريت. وتشرف كمان وتشرب فنجان قهوه. الحقيقه البن بتاعكم ممتاز. اصل بن بيتي والدتي هي اللي دايما بتعمله. طيب الى اللقاء يا دكتوره.
الى اللقاء يا استاذ جلال. ايه الحر ده دكتوره فاطمه؟ ها مش ملاحظه ان الجو حر؟ فعلا الدنيا حر قوي، مع ان الجو بره كويس قوي. انا هو الضيف ما شافش قهوته؟ الزوجه كان هيلحس في خليان زي ما هو، ده حتى سخن. دكتوره فاطمه، ايوه الدكتور امين عايز يتقابل حضرتك. خليك تفكر. حاضر. صباح الخير. اهلا اتفضلي. يا ترى وصلنا لايه؟ زي ما اتفقنا طبعا، لكن في نقطه اياها لسه. تحبي نتناقش فيها؟ يا ريت يا ريت تعرفيني النهارده ونتقابل بكره بعد الظهر ان شاء الله نشتغل. تحت امر حضرتك. اشربي قهوه. ميرسي قوي عشان رايحه المكتب. الاستاذ جلال سلطان جابها معاه وقال لي احطها على مكتب حضرتك بس، وقال ما هيتصل بحضرتك او هيفوت عليك. تمام شكرا. اول ما يجي خليه يتفضل. حاضر. طيب حاضر. مساء الخير يا هاني. مساء النور. ممكن اقابل الدكتوره فاطمه؟ الدكتوره مش موجوده، لسه ما رجعتش من الشغل. مين حضرتك؟ انا اسمي جلال سلطان، الدكتوره تعرفني. يا ريت حضرتك تقولي لها ان انا عديت عليها. هبعد عليها مره تانيه. استنى، أنا سامع أحس رجلين طالعة، يمكن تكون هي. أهلا يا أستاذ جلال. أنا فكرت إنك تكوني في البيت دلوقتي، لكن يظهر تقديري كان متقدم شوية. طب اتفضل استريح. ملوش لزوم، هما كلمتين حوالهم ما مش على طول. هتتكلموا على السلم، ما يصحش يا أستاذ جلال، اتفضل. قهوة ولا شاي؟ ميرسي يا هاني. لا ازاي ما يصحش. أو أريح. حاضر. اتفضل. ايه اللي قفل الباب؟ يمكن الهواء؟ اتفضل. طبعا شفت الشنطة. طبعا، وعرفت انها شنطتك اللي كانت ضايعة، لكن اللي انا مش قادرة افهمه ايه اللي طلعها من دولابي ووصلها لك، وبعدين عايز ترجعها لي تاني. دي شنطة جديدة خالص. لا دي هي نفس شنطتك. صدقيني دي شنطة غيرها، اشتريتها بنفس المواصفات لما فكرت اقدمها لك هدية. هدية بمناسبة ايه؟ اعتبريها هدية اعتذار وترضية. اعتذار عن ايه؟ من كل تصرفاتي معاكي من ساعة ما بنتك في الطيارة لحد دلوقتي. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. دكتور أنا كدبت عليكي، خصوصا في موضوع الشنطة. الشنطة ما كانش فيها أوراق مهمة ولا غير مهمة. أمال إيه الحكاية؟ أنا هعترف لك بكل حاجة علشان تفهم أنا عملت كل ده ليه. طيب طيب ايه الحكايه دي؟
سعيدة يا ماما، يا أحلى ماما في الدنيا دي كلها. سعيدة مباركة يا حبيبتي. إيه؟ مالك مزقططة كده ليه؟ باركيلي يا ماما باركيلي، اسمي طلع في كشوف الناجحين، أنا بقيت مذيعة تلفزيون. والله مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي. فين الدكتورة عشان أفرحها معايا؟ هي لسه ما رجعتش؟ جت، بس عندها ضيوف في الصالون. ضيوف؟ ضيوف مين بقى؟ واحد اسمه الأستاذ جلال. بتاع الشنطة؟ الظاهر كده. شكله إيه ماما؟ شكله راجل زي بقية الرجال. أنا هدخل الصالون عشان أتفرج عليه. لا، ما يصحش. ليه يا ماما؟ عايزة أشوفه. هم عارفين الباب مين؟ الظاهر بيتكلموا في حاجة مهمة. أنت تقعدي هنا أهوت لغاية ما أجيب القهوة وأجي. يعني الحكاية دي كلها كانت من تدبيرك، ولا كان في قضية لوالدتك ولا أوراق رسمية، كلها كانت تلفيق في تلفيق. أيوة، والدتي زعلت جدا لما عرفت باللي حصل، وصممت إن أنا أجي عشان أعتذرلك وأعترف لك بكل حاجة. أيوة بس أنا مش فاهم إيه اللي خلاك تعمل كده؟ أرجوك تعفيني من إجابة السؤال ده. ليه؟ والدتي هي اللي هتقول لك، هي مصممة كمان إنها تعتذرلك بنفسها. والدتك؟ وانا هشوف والدتك فين؟ في البيت، ولولا انها مريضه وملازمه الكرسي المتحرك كانت جت واعتذرت لك بنفسها. بالمناسبه هي عزمك الليله ده على حفله بسيطه عندنا في البيت. حفله؟ حفله ايه؟ انا مش فاضي. حفله عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب، بس يعني انا زي ما بقول لك اني انا مرتبطه ومش فاضي. هي نص ساعه بس، نص ساعه هتتعرف على والدتي، هي كمان نفسها تشوفك. أرجوك ما تزعلهاش. حاضر يا أستاذ جلال، بس نص ساعة بس لحسن أنا مش هقدر أتأخر. براحتك، عد عليك الساعة 8 يناسبك؟ كويس أوي. اتفضل. أختي نادية، الأستاذ جلال سلطان. أهلا وسهلا. تشرفنا يا أستاذ نادية. مبروك. مبروك على إيه؟ على الوظيفة الجديدة. مش نجحتي وبقيت مذيعة في التلفزيون؟ أيوة، بس أنت عرفت إزاي؟ عصفورة عليكي. عصفورة؟ أنت بنت، أنت نجحتي ما قلتليش؟ ها؟ ألف مبروك. الساعة 8 يا دكتورة. إن شاء الله. القهوة يا أستاذ جلال. ميرسي يا هانم. هشربها بعدين.
في ايه؟ في الكلام اللي قلته لك عن جلال. شيء طبيعي ان حضرتك تشهديله لانك والدته. ايه يعني موافقه؟ على ايه؟ جلال عايز يتجوزك. مش معقول. ايه مش مصدقه؟ لا انا مندهشه. مندهشه من ايه؟ بس مش معقول يطلب يتجوزني واحنا لسه متعرفين ببعض من مده بسيطه. بس جلال اللي يعرفك من زمان. انا حضرتك بتتكلمي عن حد تاني. جلال ابني عايز واحده مفيش غيرها. انت يا فاطمه اكيد حضرتك غلطانه. احنا ما تقابلناش غير مرتين ثلاثه بس، ولحد دلوقتي احنا اغراب، واللي بتقوليه ده مستحيل. اوعي تقولي كده تاني. اوعي اوعي جلال يسمعك وانت بتقولي كده. اوعي. هيعمل ايه؟ هيعمل حاجات كتير انت ما تقدريش تتصوري ايه اللي يقدر يعمله جلال. يعمل اللي عايز يعمله؟ انا ما بحبوش. كويسه قوي وفجاه مشيت واخدت كل الموجودين وراها حتى انت، وانا فضلت لوحدي. والدتها مريضه عندها صرع، ولما بتحس ببدايه الازمه خصوصا لو زعلت بتلحق نفسها وتجري على والدتها علشان محدش يشوفها في الحاله الرهيبه اللي بتبقى فيها. ومين زعلها؟ محدش يقدر يزعلها. اللي موجودين كلهم من العيله وهي كبيره العيله. مين يزعلها؟ انا. انت؟ ايوه. زعلتيها ازاي؟ ابقى اسالها وهي تقول لك. عن إذنك يا أستاذ جلال. في حد تاني يا دكتور؟ لا طبعا. أمال مترددة ليه؟ الجواز ده قرار خطير محتاج لتفكير وتدبير، ده حاجة مش سهلة. تفكير طول وأنا ابتديت أخاف. نفسي في ورق عنب يا ماما، عاوز اكل ورق عنب يا ماما، وحضرتك تروحي تتغدي بره. يا ماما انا ما كنتش عارفه انك انت هتعملي ورق العنب النهارده. وابقى علينا يا ستي، اللي ما تاكلش على الغدا هيتاكل في العشاء. اتغديتي فين يا فيفي؟ في المركز. لوحدك؟ لا مع الدكتور اسامه. مين الدكتور اسامه؟ ده زميلي في المركز، انت عارفاه يا ماما، ده اللي قعد ساعدني لحد لما سافرت على البعثه. اه ربنا يبارك له ويخلي له اولاده. ما عندوش ولاد يا ماما. ليه مش متجوز؟ لا مش متجوز، بس نفسه يتجوز. ومستني ايه؟ مستني شقة هو راخر. يو يا ماما، هو انا كل ما اتكلم تقولي لي الشقة الشقة الشقة. بس 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 مستني موافقتك يا ست الكل. موافقتي انا؟ عاوز يتجوزي؟ اه يا الف نهار ابيض، قولي لي اتفضل في اي وقت يعجبه. يا رب يا فاطمة. انا هقوم بقى اراجع كام كلمه كده اهو، عايزه اقراها. مالك؟
الاكل بيخد. انت دخلت هنا ازاي؟ من الباب. دخلت الشقه ازاي؟ من الباب. مين فتح لك؟ الباب كان مفتوح. الشقه كان مفتوح؟ ايوه. مستحيل. يعني انا كذاب؟ انت حرامي، انت حرامي. يا ماما نادية، ماما نادية، ماما محدش هيسمعك برضه. امي واختي بقى هتسمعوني. ماما ما تزعيش، محدش هيسمع صوتك برضه. مش هيسمعوني ليه؟ هما جرالهم حاجه؟ عملت فيهم حاجه؟ ما تخافيش، امك واختي بخير، ما تخافيش عليهم. بطلي زي اسمعيني انا جاي اقول لك ايه. صاحبك الدكتور اسامه عايز يتجوزك، هو طلب اني اقابل والدتك. والدتك وافقت انها تقابله. مفيش حد في الصالة، وكمان باب الشقة مقفول بالترباس. انت شفتيه يا ماما؟ عدى من جنبك كتفك في كتفه زي ما شفتيهوش. انا ما شفتش حد في اوضتك الا انت. استهدي بالله يا بنتي، يمكن كان بيتهيألك. اكيد بيتهيألك يا فاطمة. بيتهيألي يعني ايه؟ كان بيكلمني زي ما انت بتكلميني دلوقتي. الله، امال هو فين؟ خرج، خرج يا ماما لما انت دخلتي. هو خرج ازاي بس يخرج من نفس الباب اللي انا دخلت منه من غير ما اشوفه؟ حتى لو كان ده حصل كنت انا شفته في الصاله، ما انا داخله ورا ماما على طول. وحياتك يا بنتي، كان بيتهيألك عشان اعصابك تعبانه. لا يا ماما، لا انا بقول ده حصل. الراجل ده دخل الشقه ودخل الاوضه وكلمني وكلمته زي ما انت بتكلموني، وشفته بعدين وهو خارج من الاوضه وخارج من الشقه كلها. مش معقوله. لا مش عايزين تصدقوني بلاش، لكن انا تعبت تعبت تعبت. بس 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 شفته زي ما انا شايفاك دلوقتي قدامي بالظبط. هي يا فاطمه ازاي بس داخل اوضتك؟ ازاي داخل الشقه نفسها؟ معرفش، شيء غريب. انت مش مصدقني؟ لا طبعا، لا لا طبعا مصدق. ماما واختي افتكروني ان انا بحلم. متأكدة يا فاطمة إنك ما كنتيش بتحلمي؟ طبعا متأكدة. متأكدة إنك صرختي ونادحتي على كل اللي في البيت؟ صرخت ونادحت بعلو حسي، محدش سمعني خالص. متأكدة إن هو نفس الشخص اللي شفتيه وعرفتيه قبل كده؟ هو اللي شفته في الطيارة واللي نسي شنطته معايا. اسمه إيه يا فاطمة؟ اسمه جلال سلطان. خطيبي بتاع زمان مش كان اسمه جلال برضه؟ جلال خليفة. اتنين اسمهم جلال، واحد ابن خليفة والتاني ابن سلطان. دي حاجة ملوكي خالص. مجرد تشابه في الأسامي يا فاطمة. احنا بندرس الموقف وكل الاحتمالات عشان بس نوصل لحقيقة. انا عموما بشك فيه، ليه تصرفات غريبة جدا. مش يمكن مخلوق هبط من الفضاء الخارجي على طبق طائر ولا حاجة؟ مش يمكن مش انسان خالص. دكتورة فاطمة. دكتور أسامة، حضرتك قلت لحد انك انت عايز تتجوزني؟ طب لا يا فاطمة، محدش يعرف الا احنا الاتنين بس. هو عارف، وعارف كمان ان انا كلمت ماما في الموضوع وسمع كل كلمة وحرف دار بيني وبين امي، لدرجة ان انا افتكرت انه قاعد معانا. قالك ايه يا فاطمة؟ هددني.
وحذرني من الجواز. ايه مش عايزه تتجوزي ولا ايه؟ مش عايزني اتجوزك انت بالذات. انا بالذات؟ اشمعنى انا بالذات يعني؟ قال لي الجوازه دي مش لازم تتم ابدا. ما اعرفوش، انا عمري ما شفته قبل كده. لكن هو يعرفك كويس؟ ما مداش. ده اغرب شيء سمعته في حياتي، ده مؤكد انسان مريض يا فاطمه. هو اللي مريض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا. ازيك ست الحبايب؟ اهلا يا حبيبي. الله، انت بتبخري؟ ايوه. على الله ربنا يكرمنا ويبعد عننا عين الحسود اللي مدبي فيها عود. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا ده كله عم ادم. طبعا هو اللي قال لي ابخر اوضتك والبيت كله. انت قلتي له؟ قلت له على كل حاجه، وعلى الله تكوني عملتي زي وقلت للدكتور بتاعك. قلت له. وقال لك ايه؟ قال لي ان هو عيان ومريض. عيان؟ عيان بايه؟ عيان بحب فاطمه يا ماما. عارفه مجنون ليلى بتاع زمان؟ اهو ده بقى مجنون فاطمه. بلاش هزار، انا حنان معاك يا فاطمه. لا يا ماما. ليه يا حبيبتي؟ أنا خايفة عليك. لا أنا هنام لوحدي. عشت سنين طويلة في أمريكا لوحدي، عمري ما خفت. هخاف دلوقتي وأنا في بيتي وفي وسط أهلي؟ اللي تشوفيه يا حبيبتي. قولي لي بقى، أنت عاملة لنا عشاء إيه النهاردة؟ حذر. أنا شم ريحة ملوخية. ملوخية يا حبيبتي. تسلم. أنا كل بالله أنا مش تعالي عايزة. جيبي العوائد سليمة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يا بنتي؟ اتخضيتي يا دنيا؟ ده انا كنت فاكراكي نايمه. انا افتكرتك هو. وهو اللي ما يتسماش ده ايه اللي هيجيب ولا تاني؟ ده كان كابوس ونساح يا بنتي. ما نمتش طول الليل يا ماما. ما قلت لك انام معاكي يا فاطمه وانت ما ارتحتيش. خلاص يا حبيبتي انا ارتحت دلوقتي. روحي انت ارتاحي. انا هنام. طب يا حبيبتي. أنا رايحة أصلي الفجر. إيدي يا ماما. من عينيا. تصبحي على خير. أنت من أهله. مفاجأة مش كده؟ هي ايه الحكاية يا أستاذ جلال؟ حكاية ايه؟ في البيت ألاقيك قدامي، وفي الشارع ألاقيك في عربيتي. يظهر إنك عارف كل خطواتي. أنا بحبك. ايه الكلام الفارغ ده؟ وعايز أتجوزك. لازم تعرف يا حضرة إن واحدة زيي مش ممكن تتجوز واحد زيي، مفهوم؟ ليه؟ مش قد المقام ولا ايه؟ أنت حرام. شغلتك إنك تقتحم بيوت الناس بدون استئذان. أنا حرامي؟ تقدر تقول لي إزاي دخلت بيتنا؟ قلت للباب افتح يا سمسم، اتفتح سمسم. يا سلام. وبعد خروجك فضل الباب مقفول ومفرس. إزاي خرجت؟ زي ما دخلت. أنت اللي سرقت الشنطة، كده ولا لأ؟ حصل. عرفت بقى إنك حرامي ونوري وشيخ منصر كمان؟ أنا مش حرامي. أنا عملت ده علشان تفهمي إن أقدر أخش بيتك وأشوفك وأتكلم معاكي في أي وقت. أنا لا يهمني باب مقفول ولا ترابيس ولا حد يقدر يمنعني. أنا عمري ما شفت إنسان زيك.
وعمرك ما هتشوفي انسان زيي ابدا. اسمعي يا حضرتك، دي اخر مره تحاول تجيلي فيها بيتي او مكتبي او تفكر تشوفني او تكلمني، وتفضل انزل بقى. سمعا وطاعا، لكن ما اقدرش اوعدك انك ما تقدريش تشوفيني تاني. بالعكس انت هتشوفيني كتير، وما فيش حد هيقدر يمنع من اني اشوفك وتشوفيني. اتفضل. على اذنك. فاطمة، الإنسان اللي بتتكلمي عليه ده إنسان خارق للعادة، بيعمل معجزات يعني، السوبرمان يعني. أنت ابتديت تكدبه. فاطمة، أنا ما عنديش شك في صدق كلامك، لكن لابد من أدلة تثبت إنه موجود. جلال موجود، والدليل إنك أنت شفته عندي في المكتب، وماما وأختي شافوه لما جه يعزمني على حفلة عيد ميلاده. أنت كمان رحتي حفلة عيد ميلاده يا فاطمة؟ أيوه، وكانت هناك والدته والعيلة كلها، وقعدت اتكلمت معاهم، بس هما قطعا ناس مش طبيعيين. يعني تعرفي بيته فين؟ انت بتفكر في ايه؟ في اللي انت بتفكري فيه. عايز تروح؟ يلا بينا. خش شمال اللي جاي. شمال؟ طيب. دغري بقى. اهو البيت ده. ايوه تهيألي هو ده. هو ده البيت. ايوه هو ده. ده البيت مستحيل. انا متاكده ان هو ده، بس في حاجه متغيره مش عارفه ايه هي. انتوا مين وعايزين ايه؟ ما عايزين الاستاذ جلال سلطان، مش ده بيته؟ مفيش حد في المنطقه هنا اسمه الاستاذ جلال سلطان. انت تعرف كل سكوت الحي هنا؟ طبعا أنا بشتغل غفير هنا بقالي 20 سنة وكسور. أنا متأكدة إن هو ده البيت. البيت ده مسكون استهانة. مين اللي ساكن فيه؟ الجن والعفاريت والعياذ بالله. لا يا شيخ. مسكون بالجن والعفاريت. يا فاطمة، احنا ما شفناش غير فران وعنكبوت، ما شفناش عفاريت. انا شفتهم، كل اللي كانوا في عيد ميلاده كانوا عفاريت. بتعتقدي في وجود العفاريت؟ طبعا، متأكدة كمان. ما سمعتش الراجل لما قال لك ان البيت ده مسكون بالجن والعفاريت؟ دلوقتي هنصدق الراجل ولا نصدق عقولنا؟ صدق اللي شفته بعينيا. يا فاطمة، واضح ان البيت مهجور، ما حدش دخله من سنين. انت اللي هيجنني.
عفريت من الجن. عفريت ايه وجن ايه بس يا ماما؟ انت ما سمعتيش اللي قالت اختك؟ البيت طلع خرابه واللي كانوا فيه كلهم كانوا عفاريت. ما فيش حاجه اسمها عفاريت يا ماما. العفاريت والجن موجودين يا بنتي ومذكورين في القران. الراجل جانا هنا البيت كلمناه وشفناه، ازاي بس يطلع عفريت من الجن؟ ايوه عفريت عفريت. عفريت لابس بدله اخر موضه وعامل شعره بالسشوار عند الكوافير. الجن كانوا بيظهروا في شكل بني ادم لسيدنا سليمان وكانوا بيكلموه وكانوا بينفذوا كل اللي بيطلبوا منهم. سيدنا سليمان كان نبي. اللي بيظهر لاختك ده مش من الانس، ده جن من اللي عايشين تحت الارض. محدش عايش تحت الارض يا ماما، جوف الارض ما فيهوش غير نار قايدة زي جهنم. ما هو الجن من اهل النار ومخلوقين من النار يا بنتي. يا ناس ارحموني بقى، حرام عليكم، شوفوا لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي، انا خلاص قربت اتجنن. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله العدو اللي يكرهك. لو تسمعي كلامي وتطوعيني. اطوعك في ايه بس يا ماما؟ نروح لعم ادريس ونحكي له على كل اللي حصل، وهو اللي هيدينا العقد النافع. مين عم ادريس ده؟ راجل كله بركه، مكشوف عنه الحجاب وسره باتح، عنده خدام من اهل الجن بيساعدوه في كل شغله. يا ماما انت عايزه تودينا عند راجل داهر ونصاب؟ يا بنتي ده من اهل العلم والناس بتجيله من اخر الدنيا. معقوله يا ماما اللي انت بتقولي ده؟ معقوله؟ مش معقوله، انت حره. هتعملي ايه يا فيفي؟ اخدت ميعاد مع الدكتور محسن امين، ومن بكره هبتدي العلاج النفسي. الدكتور اسامه عرف؟ ما قلتلوش. ليه انتوا زعلتوا؟ لا زعلناش. حبيبتي الدكتور اسامه بيحبك وقلبه عليكي وعارف عنك كل حاجه، وهو اكتر واحد يقدر يعالج. انا عايزه بقى دكتور ما يعرفش عني اي حاجه. دكتور اسامه اصبح جزء من مشكلتي، هو عايز يتجوزني وتاني رخل عايز يتجوزني. العفريت الزفت. حسبي حسبي يا فيفي لا يكون قاعد معانا هنا وسامعك وانت بتشتميني. انت بتتريقي وبتقولي فيها، ما تستبعديش ابدا ان هو قاعد في وسطينا دلوقتي. يا سلام يا اختي، انت عايزه تخوفيني؟ عموما بقى انا ولا هيهمني منه ولا من 100 عفريت زي. طب خليه كده يوريني نفسه وشوف انا بقى هعمل لك فيه ايه. هتعملي فيه ايه؟ هتعزم بعزم ما فيا واديله حته الدين قلم. يا البت بقى مسكون بالعفاريت دي، حاجه ما يسكتش عليها. انا من نجمه هروح لعم ادريس. ازاي لما مسكت ايديها قبل ما تضربني بالقلم؟ انت كنت معانا بره؟ اه طبعا، وسمعت كلامكم كله. انا ما رضيتش اعاقبها عشان خاطرك. يعني ايه تعاقبها؟ يعني اسخطها قرد مثلا، حدايه، خنفسه. انت فاكر نفسك ايه؟ عايز مني ايه؟ انا عايزك تحط ايدك في ايدي ونتفق. انا مستعد اجند نفسي لخدمتك للابد. انا اقدر احقق لك كل احلامك وامانيكي، احقق لك اي فكره تخطر على بالك، اي شيء اتمنيتيه. اتمنيت ان يكون ملكك او عندك زيه. جربيني، اطلب اي حاجه هتكون بين ايديك في طرفه عين. انا هطلب منك رب واحد. اموري سيبني في حالي وابعد عني وطلعني من مخك خالص. ساكت ليه؟ بحاول ابلع غضبي عشان ما تزعليش مني. أنا أزعل منك ليه؟ أنت ناوي تزعلني؟ أنا غضب وحش ومخيف، ما أقدرش أضمن إيه اللي ممكن أعمله وأنا غضبان. وأنت غضبان دلوقتي؟ أنا بحبك، مش ممكن أغضب منك. يعني إيه بتحبني؟ أفتكر دكتورة زيك مثقفة ومتعلمة ولفت العالم، ممكن تعرف يعني إيه الحب. طبعا عارفه يعني ايه الحب، لكن مش قادره افهمه. ازاي انسانه زيي يحبها واحد زيك؟
مش مهم تفهمي، المهم تصدقي ان انا بحبك. مش ممكن اصدق ان في عفريت بيحبني. انا مش عفريت. امال انت ايه؟ مخلوق بيحبك رغم كل اللي بتعمليه معاه. وانت اللي عملته فيا، والدتك وكلامها، البيت اللي انت اخدتني فيه. وبعدين مين الناس اللي كانوا في الحفله دول؟ دول اهلي. اهلك دول ناس زي انا واهلي؟ مخلوقات زيكم. يعني بني ادمين ولاد حواء وادم؟ لا لا، انا كمان بقولك لا. تحبني؟ لا. نحط ايدنا في ايدين بعض؟ لا. وبعدين بقول لك على عفريته زيك تحبها يا اخي؟ انت اللي بحبها يا فاطمه، مش ممكن احب حد تاني غيرك. انت اللي بدور عليها من سنين طويله ولقيتك اخيرا. لقيتك ومش هتوهي مني ابدا. اسمعي كلامي، لما هتبقي معايا هتبقي فوق، هتبقي احسن من الناس اللي زيك كلهم. انا مش عايزه ابقى معاك، ومش عايزه ابقى احسن من الناس كلها. وبعدين انا ما بحبكش، ما بحبكش، ما بحبكش. اسكتي. ما بحبكش. ما تقوليش كده. بقول لك ما بحبكش. اسكتي. بحب واحد تاني وهتجوزه. هحرقه. هتجوزه. وانت حسخاتك همسخك مسخ دمين محدش يطيقه بالصله. فاهمه؟ مش كده؟ أنا قلت بس كده عشان يبعد عني. أيوه، لكن اللي كان في دماغك ساعتها هو الدكتور أسامة، مش كده؟ أيوه. أنت هتتجوزي أسامة؟ معرفش. لكن أنت قلت لي في زيارة سابقة إنه طلب يتجوزك. قلت له هفكر. وفكرتي؟ وأنا عارفة أفكر في حاجة من ساعة الزفت ده ظهر في حياتي. وبعدين بقى حسيني بلفظك يا دكتورة. انت ورايا ورايا، مش عايز تسيبني ابدا. مين ده؟ بكلمه. كلمك؟ مين اللي بيكلمك ده؟ جلال. جلال؟ جلال مين؟ العفريت. حضرته قاعد معانا هنا اهو، ولما سمعني بقول الزفت قال لي حسني ملفظك يا دكتوره. قالك ازاي؟ وشوشك في ودنك يعني، ولا جه زي الهاتف جواكي؟ لا، سمعته بصوت مسموع زي ما انا وانت بنتكلم كده. لكن انا ما سمعتش حد بيتكلم. هو محدش يقدر يشوفه ولا يسمعه غيري انا، هو اللي قال لي كده. يا ريت يوريها نفسه او يسمعنا صوته علشان نتاكد انه موجود عندنا. هو طبعا موجود، وممكن يظهر ويتكلم كمان. على كل حال اهلا بيه لو كان موجود. نرجع لموضوعنا بقى. دكتوره فاطمه اتاخرت قوي يا نادي. ما انت عارف انها عند الدكتور، وانت عارف بقى عيادات الدكاتره. اه بس الدكتوره مريضه نفسيه، يعني في زباين، ما انت عارفه يعني عيادات مزحمه قوي. وهي الدكتوره فاطمه بتعمل ايه عند دكتور امراض نفسيه؟ محمد بيبالغ يا طنط، الدكتوره فاطمه كويسه بخير الحمد لله. على الله يا بنتي، ولو اني كنت ناويه اكلمها في حكايه انكم تعيشوا معانا انت ومحمد. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا طنط، ومحمد عارف اني مش عايزه اسيب بيت ماما، اذا كان هو عاوز يجي يعيش معانا. لا ماليش كلمه. زي بعض يا بنتي، هنا وهناك واحد، المهم انكم تعيشوا سوا بقى، خصوصا بعد اللي حصل والحاله اللي انت فيها دلوقت. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. انا اسفه جدا للتاخير، ضروري واقعين من الجوع مش كده؟ ايوه.
ناديه قالت لنا انك كنت عند الدكتور. الف سلامه ليكي يا دكتوره. الله يسلمك يا طنط. قال على راي المثل باب النجار مخلع. عندك ايه يا دكتور؟ علي عفريت. عفريت فاطمه. ايه ناديه، هي دي الحقيقه؟ عايزاني اكذب على طنط واحنا هنبقى اهل وعيله واحده؟ الغدا جاهز يا فندم. اتفضلوا. في واحدة تقول على نفسها كده؟ أنا قلت الحقيقة. قلت لهم إيه يا فاطمة؟ قالت قدامهم كلهم إن عليها عفريت. صحيح قلت الكلام ده يا فاطمة؟ اسأليها بقى قالت كده ليه؟ يا ماما يا حبيبتي، هما كلهم يعرفوا الموضوع ده، هي كانت قايلة لمحمد ومحمد قال لأبوه وأمه وكلهم عارفين، يعني أنا أطلع كدابة ولا إيه؟ ما تضايقيش يا نادي. ما تضايقش ازاي بس يا ماما؟ دي حماتي اول ما عرفت الحكايه دي طلبت مني اني اروح اعيش معاهم في البيت. ما هو انتوا كمان لازم تتلم انت وجوزك في بيت واحد. هتفضلوا مستنيين الشقه لغايه امتى؟ يا ماما انت عارفه حماتي انا ما اقدرش اعاشرها. زمانها دلوقتي قاعده تقول محمد اتجوز واحده اختها عليها عفريت. اه عشان كده طلبت منك انك تروحي تعيشي معاهم. بس انا رفضت. قلت لها اذا كان ابنها عايزني يجي يعيش معانا هنا في البيت يا اما بلاش منها خالص الجوازه دي. بلاش منها ازاي بقى بعد ما بقينا في الخيه واصبحت حامل؟ انا عارفه بقى يا ماما دي عيشه تغلى. بس يا حبيبتي ايه مش كده، سيبيها لربنا هو اللي قادر يا حبيبتي. ايه ده اجازه؟ ايوه. وعايزه الاجازه ليه؟ اتعالج، حاسه ان انا تعبانه قوي واعصابي متوتره وبدات اوتر الجميع معايا. وهتبتدي الاجازه من امتى؟ النهارده. تسافري؟ ما اعرفش. بقول لك ايه يا فاطمه؟ ايه رايك نسافر سوا؟ سوا؟ نتجوز وبعدين نسافر؟ انت مش خايف يا دكتور؟ من العفريت؟ لو اتجوزتني هيحرقك بالنار. انا اتحداك. اذا كان عفريت شجاع يوريني نفسه. لكن انا متاكد انه مش هستجري اقرب ناحيتي. انت مش خايف احسن يكون سامعنا دلوقتي؟ اذا كان عفريت شجاع يوريني نفسه او يسمعني صوته. انت مش مصدق له وجود؟ لا مش مصدق طبعا. طيب لو سمعت صوته تصدق؟ كل تاكيد. انا هخليكم تسمعوا صوته. تعالي يا فاطمه خليك هنا. ثلاثة. هلو. اهلا جود مورنينج. تعالي انت وحشتيني كمان. اديني جيت لك يا ست اهو عشان بطلت تشقري على خالك. طب نتغدى سوا النهارده مش كده يا ماما؟ قصدك نتعشى سوا؟ اما انا بقى عازمكم الليله دي على العشاء في اجمل واحلى كازينو في البلد. الليله؟ اه. طب ما نخليها يعني ليه؟ يعني. تستعدوا ليه؟ امال انا جايبكم دلوقتي ليه؟ عشان يبقى عندكم وقت وتستعدوا ثم انا اتفقت خلاص مع الناس. ناس؟ مين اللي جاي معانا يا خالد؟ خطيبة خالك يا ستي اخيرا خطب. لا لا بجد؟ ايوه يا ستي خالك خلاص جت رجله واتشنكلوا عليه العوض. هتتجوزي خالك؟ اه انا لله وانا اليه راجعون. ايه رايك؟ الف مبروك يا حبيبي. ربنا يتمم بخير. مين العروس؟ ما انت هتشوفيها الليله دي. اسمعوا انا هفوت عليكم الساعه 9 بالظبط تكونوا مستعدين وتقولوا ناديه وجوزها. بقول لك ايه يا اختي؟ ما تقايسي بقى وتيجي تصاري معانا ليه؟ ايوه ادي اللي ناقص اجي معاك الكباريه. كباريه ايه ده؟ كازينو. ولو يا ريت يا ماما تيجي عشان تشوفي العروس. اهي الايام جايه كتير وبكره اشوفها ليله الفرح. عبر ما افرح بفرحك انت كمان. الله يخليك يا ماما. ما تجدعني بقى يا بطاطا وتفرحي امك وتفرحينا كلنا. جاي لها عريس كويس قوي 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 وهي اللي عماله تمطوح في الراجل. يا ماما انا بفكر يا حبيبتي بفكر. هتفكري في ايه؟ العريس لقطه وكامل من مجاميعه. هتفكري ليه بقى؟ بتفكري في ايه؟ مامتك عندها حق. بقول لك ايه؟ ما تيجي نتجوز في ليله واحده. اهي الجوازه طلع لي فيها عفريت يا خالي. عفريت؟ انت عمرك شفت عفريت؟ لا طبعا. هشوفه فين العفريت ده؟ اعمله معروف في الضوء سيره بقى. اه واستاذن انا بقى واجي لكم الساعه 9 بالظبط تكونوا جاهزين. بدي دقيقه. جود باي. مع السلامه يا سلام.
ربنا يكون في عونك وعشرك. تعالى يا اخي. ايه رايك في عروسه خالد؟ معقوله هقول لك دلوقتي لما نروح البيت؟ صحيح هتقولي؟ ايوه بصراحه. هقول اتحكي. ما قلتليش رايك ايه؟ المزيكا حلوه قوي. انا ما اقصدش المزيكا، انا رايي قصدي رايك في مرات خالد حسين. اصل هو بيعتز برايك قوي، بيقول انه اهم راي في العيله. خالي قبل ما اشوفك قال لي ان هو بيحبك قوي، وانا لما شفتك وشفت طعامتك وجمالك قلت يعني لو وافقتي يبقى حظ من فن. يا اختي على كلامك الحلو تجنني، انا حاسه كده ان احنا هنبقى اصحاب. ايه رايك يا دكتوره بتة؟ ان شاء الله يا مرات خالي. هو مين اللي حاسب؟ انا ما تخافش اطمن. انت ما حاسب انا هات لي انت شقه. يا باي ده انت غتت. ايه ده؟ انت ما عندكش شقه؟ يا حرام. طب ايه رايك احنا نسيب لك شقتنا ليله الجمعه؟ واحنا الله نسافر اوروبا نعمل ويك اند. ويلكم بطاطا ويلكم. ارمله حلوه وظريفه وربنا يهني خالي بيها بقى. لا اطمني، انا شايفه ان خالك بيحبها قوي وهيتجوزها. مش كفايه بقى كلام وتقومي سيادتك تطرقيني؟ انا نويت انام هنا. لا انا ما اعرفش انام وحد جنبي. قومي نامي في سريري. الله ماما نايمه في سريري وقالت لي روحي نامي مع فيفي. لا مش هتنامي جنبي، روحي انت نامي جنب ماما. جرى ايه يا فيفي؟ انت بتطرديني وماما مش عايزاني، يعني ايه بقى؟ انام في الشارع. ناديه خلاص. امشي وامري لله. تصبح على خير. طب اقفلي الباب وراكي وانت من اهل الامر. بتنام انت واختك على عروسة خالك. الحفلة كانت لطيفة. انت كنت هناك؟ طبعا. وقاعد معاك على نفس الترابيزة. على فكرة خالك راجل لطيف بس رغاي جدا. دي ما بقتش عيشة بقى. انت عايز ايه؟ عايز تجنني؟ انا مش عايز اجننك. انا عايز اتجوزك. تاني اجوزك؟ تاني وتالت ومليون. وانا المرة المليون بقول لك الموضوع ده مش ممكن يتم. هتجوزك غصب عنك. هيبقى اسمه اغتصاب، والاغتصاب جريمة بشعة واللي أبشع منها عقوبتها. ده عندكم في القوانين بتاعتكم. لكن احنا لينا وضع تاني وقوانين تانية. قوانينكم مش هتمشي عليا. أنت عارفة كويس إن أنا بحبك قد إيه. علشان كده واثقة إن أنا ما أقدرش أذيكي. لكن أنا بحذرك. ما تعتمديش على كده. سبق قبل كده وقلت لك إن غضبي مخيف. وأنا قربت أغضب منك. تغضب، تطق، تمتلئ، أنا ما يهمنيش. إيه؟ لا هنقبح ونقل ادبنا على بعض ولا ايه؟ عايزك تفهم حاجه، مش ممكن تجبرني على شيء انا رافضاه ابدا. انت بتحاولي تستفزيني علشان اغلط واذيكي، بدل تكرهيني علشان افقد الامل انك تكوني معايا. فعلا بكرهك، بكرهك من قبل ما اشوفك واسمع عنك، بكرهك وعمري ما هكون ليك ابدا. انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ اغلط مره وصور لكرامتك. غلطتك كبيره هي انت. انا دلوقتي مغضوب عليا ومطرود من اهلي. ملعون من كل معشر الجن. كل ده عشان عرفت الحب، عشان حبيتك. أنا دلوقتي متعلم لا طايل أرجع ولا طايل حب. صدقني الحب ده شيء متعب وسخيف وسبب تعاسة لناس كتير. ارجع لأهلك واسترضيهم وقول لهم خلاص أنا تبت، وهم قطعا هيسامحوك ويجوزوك واحدة من جنسك. ما أقدرش أرجع إلا بعد ما أتم مهمتي. إيه هي مهمتك؟ إني أتجوزك. أنت مش بتقول إنهم زعلانين ورافضين؟ رافضين إني أحبك. الحب مرفوض عندنا، غير كده مسموح. هم عارفين كويس ان انا اقدر اتجوزك غصب عنك في اي وقت واي مكان. قول لهم انا ما قدرتش، فشلت معاها. الفشل مش وارد عندنا. انا حماك. اسكتي ما تتكلميش. والدتك هتفتح الباب دلوقتي وتسالك لو كان عندك هدوم للغسيل. عندك حاجه للغسيل يا فاطمه؟ لا يا ماما. مالك يا فاطمه، في حاجه؟ ولا حاجة، بشم شوية هوا. تصبح على خير. وانتي من أهله؟ مشافتكش؟ قلت لك محدش يقدر يشوفني أو يسمعني غيرك.
قلت ايه في موضوع الجواز؟ همنعك. مش هتقدري تمنعيني. همنعك طول ما انا عايشه. همنعك انت واللي اكبر منك من اكبر جن لاصغر جن. وانا لازم انجح في مهمتي، لازم اتجوزك ولا هفضل مغضوب عليا من اهلي وعشيرتي؟ مطرود، ماليش هدف ولا مكان. مستحيل، انا بني ادم من الانس وانت عفيت من الجن. احنا مش اول اللي هتجوزه من الانس والجن، في كتير منهم متجوزين وعندهم اولاد كمان. دي اول مره بقى اسمع الحكايه دي. ومين قالك اللي انت على علم بكل اللي بيحصل في الكون؟ اسمع كلامي يا فاطمه، طوعيني، بلاش موقف الرفض متعصب. احنا مكتوب لنا ان احنا نتجوز ولازم نتجوز، والا والا ايه؟ ايه؟ ازاي بس يا فاطمه؟ سلام تشوف يا بنتي، انت شايفه الاوضه هي سليمه 100%، مفيش اثر لحريقه ابدا. العفريت كان هنا يا ماما. جلال اتضح ان هو جن، هو اللي قال لي كده، دي اهله وعشيره، هو اعترف لي. انا خايفه يا فاطمه. من جن؟ لا انا خايفه عليك يا بنتي، اسمعي كلامي وتعالي معايا نروح لعم ادريس. أنا ما اتعالجش عند الدجالين أبدا، أنا بتعالج عند أحسن دكاترة، الحمد لله أنا بدأت أتحسن وخلاص، أنا هديت وعرفت أنا هعمل إيه. هتعملي إيه يا فندم؟ هخف، هخف بإذن الله، بس من فضلكم سيبوني لوحدي. مش الإنسان يا بنتي. من فضلك يا ماما أنا بقيت كويسة، سيبيني لوحدي. مش معقول اللي بيحصل ده. والكلام ده كله سجلتيه؟ كلمة كلمة وحرف حرف. لكن شريط معاك طبعا. ايوه طبعا. ما احنا جايين لك ليه؟ فاطمة مصممة ان احنا نسمعه سوا. انت سمعته يا دكتور أسامة؟ لا فاطمة بس هي اللي سمعته. نسمعه سوا يا سجل فيه صوتي وصوته. في حد سمع معاكي في البيت؟ لا. هي دايما كانت بتقول محدش بيشوفه او بيسمعه غيرها. هو لو عايز يظهر نفسه هيظهر نفسه لاي حد. وهو ده التفسير الوحيد لحالتي؟
تقصد ايه؟ انا قصدي واضح وانت ابتديتي تدركيه تماما. انت عايز تقول ان انا يعني بيتهيألي كل دي خيالاتي؟ تمام، هو ده التشخيص الصحيح لحالتك، وبكده نبقى حددنا الهدف وعلينا بقى بحث اسلوب العلاج. ايه رايك يا دكتور اسامه؟ انا متفق معاك في الراي، وفي الحاله دي دخول الدكتوره المستشفى يكون افضل. ايه رايك يا دكتوره؟ ممكن من فضلك اقعد مع الدكتور اسامه لوحدينا؟ على اذنكم. اتفضل. انت موافق على كلامي؟ طبعا يا فضل، موافق على فكره دخولك المستشفى عشان تبقي تحت اشراف مستمر. مستشفى امراض عصبيه ونفسيه؟ فاطمه يا حبيبتي مش عايز تخفي. اسامه، انت مره طلبت مني الجواز. افرض ان انا وافقت ان احنا نتجوز، تختار الجواز ولا المستشفى؟ نتجوز يا فاطمه وبعدين تخش المستشفى. لا، حاجه من الاثنين، يا الجواز يا المستشفى. مستشفى طبعا. انا كنت واثقه انك هتقول كده. فاطمه بعد المستشفى نبقى نتجوز. لا، بعد المستشفى نبقى نفكر. هي دي مشكلتك الحقيقيه يا فاطمه، الخوف من الجواز. ايه اللي هيخوفني من الجواز؟ احساسك بالذنب، اعتقادك بانك كنت السبب في موت خطيبك هو ده اللي بيخوفك من الجواز يا فاطمه. خوفك هو العفريت بتاعك، هو الوحيد اللي بيطلع لك انت لوحدك، والوحيده اللي بتسمعي صوته انت بس. ده مش كلام من واحد، ده كلام الدكتور محسن كتبه في كتابي. فاطمه، فاطمه، اهلا يا حبيبتي. فاطمه. ايوه مالك، صوتك مش عجيب. ابدا، تعبانه شويه. هريح جوه. تعبانه من ايه يا حبيبتي؟ هريح بس. مساء الخير. الانسه فاطمه فين؟ مين حضرتك؟ انا دكتور اسامه زميلي. اهلا اهلا وسهلا يا دكتور. يا فاطمه يا فين؟ اتفضل. اهي اهلا وسهلا. اهلا يا فاطمه. اهلا، عامله ايه دلوقتي؟ اتفضلوا اتفضلوا جوه في الصاله. اتفضل يا انسه، يا الف مرحبا. اهلا وسهلا. اتفضل يا انسه. أنا آسف يا فاطمة، أنا غلطان، أنا غلطت في تقدير حجم المأساة اللي أنت فيها، وغلطت في كل تصرفاتي معاكي من ساعة ما ظهر المخلوق ده في حياتك وحولها الجحيم. لكن أنت مش مصدق إن في عفريت خالص. ودي أكبر غلطة وقعت فيها، لكن دلوقتي يا فاطمة أنا واثق من صدقك، واثق من وجود المخلوق ده في حياتك، واثق إنه ناوي يدمر حياتك، وده معناه إنه ناوي يدمر حياتي أنا كمان. فاطمة أنا بحبك، بحبك من زمان وأنت عارفة كده كويس. صدقيني أنا هفضل جنبك على طول، مش هتخلى عنك أبدا. فاطمة إيدي في إيدك، ونحارب كل العفاريت والجن اللي في الدنيا وعلى راسهم إبليس نفسه. إزاي بس؟ نتجوز، نتجوز يا فاطمة بأسرع وقت ممكن، علشان يبقى من حقي أفضل جنبك، ما أسيبكيش ثانية واحدة. ينصر دينك يا دكتور أسامة. ماما موافقة يا فاطمة، أنت إيه رأيك؟ موافقة. نصر ديني على رأي حماتي الوالية. وحماتك هتروح تعمل فنجان قهوة لجوز بنتها إن شاء الله. شكل، شكل قوي. سمعت خط على الباب؟ سمعت. مين اللي كان مخبي؟ خايف اقول لك ترجع تكذبني. هو؟ هنخاف؟ ابدا يا فاطمة، انا عارف كويس قوي اصول اللعبة. انا هو اعداء يا فاطمة وانتي معركتنا.
مستحيل اكسرك بعد ما اتفقنا. بس انا خايف عليك يا اسامه. خايف عليها من حته عفريت؟ انا مستعد احارب جيش عفريت بحاله عشان خاطرك يا فاطمه. ما تخافيش يا حبيبتي، لو كان جن راجل بصحيح يظهر ويوريني نفسه. القهوه يا بنت. انا اسفه قوي. انا اللي متاسف. معلش هروح اعمل غيرها. متشكر قوي. فاطمه انا هاجي النهارده الساعه 8 عشان نتكلم في كل حاجه. طيب خلي بالك من نفسك. وانت كمان ما تتاخرش عليا ولا دقيقه. ولا ثانيه واحده. خد بالك من نفسك قوي. انت عملت ايه ده؟ عملت ايه؟ ازاي تخلي الراجل ده يبوسك؟ وانت مينك انت؟ انت مراتي وانا جوزك. انا مش متجوزه، ولو اتجوزت هتجوز الراجل اللي شفته ده. يبقى حكمت على الراجل ده بالموت. هتموته؟ مش انا اللي هموته، هخليه هو اللي يموت نفسه. ينتحر؟ انا صاحب اكبر رقم قياسي في عدد اللي انتحروا من الانس على ايدي. وانا كمان هتخليني انتحر؟ ممكن. أتحداك. الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن أفكر فيها دي، فاهم؟ أنا مش عايزك تموتي. الموت هيبعدك ويعصمك مني. إذا كان كده يبقى أهلا بالموت. شفت إزاي؟ شفت إنك أنت ممكن تفكري في الموت؟ أنا بفكر في حاجة تانية دلوقتي. إنك تتجوزي الراجل ده. الليلة دي هنحدد ميعاد جوازنا، وجايز نتجوز. مش هتشوفيه. ومش هيجي تاني. انت اللي حكمت عليه بكده. ماما ماما عليك تتكسر يا ماما. ماما الحقيقي البيت كله بيتكسر يا ماما. ازاز؟ ايوه انهي ازاز؟ اهو. طب ما هو سليم اهو يا بنت. الازاز كان مكسور. مكسور منين؟ سليم قدامي كمان 100%. سيس البيت كله كان بيتكسر. ايوه سيس البيت كان بيتكسر. صدقيني سيس البيت كان بيتكسر. سيس البيت كان بيتكسر يا ماما. ايه اللي بيحصل ده؟ مش معقول. دي الحكايه زادت قوي عن حدها. لا دي حالة ما ينسكتش عليها أبدا. اهلا لمحسن. لا انا رحت لها البيت اتفهمنا خلاص. احنا هنتجوز يا محسن. يا سيدي تبقى تتعالج بعد ما تتجوز. هو ده الحل الوحيد.
ها؟ مش يمكن لما نتجوز العفريت هي سيسيبنا في حالنا؟ ايوه يا محسن، انا دلوقتي بعتقد 100% ان الجن موجود. لا ما شفتوش لكن موجود. يا سيدي يبقى علينا احنا الاثنين. محسن خليك على التليفون ثانيه رجاله. ساكت كده؟ أنا دلوقتي بس اتأكدت إنك السبب في كل اللي بيحصل ده. أخيراً. ابتديت تفهم. إحنا عايزين نتفاهم. فاهم على إيه؟ فاطمة. فاطمة هتبقى مراتي، وأنت عارف كده كويس. هتجوز إزاي وهي مرات أنا؟ اخلص قطع لسانك. ما تقلش ادبك لعفرتك. عايزك تعرف كويس قوي ان حركاتك دي مش هتجيب نتيجه معايا. انا لسه بلعبك، لكن لو ما عقلتش وبعدت عن فاطمه هحطك في دماغي وهتلعبك قوي اكتر من اللي انت عملته. فاطمه هتبقى مراتي غصب عنك. شوف انت دكتور كويس وانا معجب بيك، ولولا الخلاف اللي بيننا كنا بقينا اصحاب. لو انت عمرنا ما هنبقى اصحاب، احنا مختلفين من قديم الازل وهنفضل مختلفين ليوم القيامة. طب روح رد على التليفون. التليفون ما رنش. هيرن حالا. محمود ابن خالك هيكلمك ويقول لك ان والدتك تعبانه جدا ونفسها تشوفك ولازم تسافر لها الصعيد حالا. الو؟ يا محمود ايه؟ عيانه؟ طيب انا جاي حالا. طيب الغايب حجته معاه، ما تقلقوش زمانه جاي طمنه. اما اقوم اعمل لكم قهوه. لا يا ماما خليكي انت، انا هقوم اعملها. انا ما كنتش عايز قهوه، انا عايز شاي. حاضر. يعني لازم تقوم ماما؟ طب مش عايز. طب ولا طيب انا اقول. الو مين يا فندم؟ اهلا اهلا يا دكتور محسن. دكتور اسامه حصل حاجه؟ اه طيب طيب حاضر انا هبلغ. مع السلامه دكتور. مين اللي كان بيتكلم في التليفون؟ ده الدكتور محسن بيعتذر عن الدكتور اسامه وبيقول انه اضطر يسافر ضروري النهارده. وبيقول لك لازم تروحي له بكره لان في حاجات غريبه بتحصل للدكتور اسامه وهو عايز يكلمك عنها. شفتي يا ماما؟ جالك كلامك؟ روحي له يا بنتي وشوفي ايه اللي حصل. لا مش هروح له. ليه؟ لان الدكتور محسن ما كانش مصدق ان انا بيطلع لي عفاريت. طب امال هتعملي ايه؟ اسمه ايه الراجل يا ماما اللي انت قلتي لي عليه؟ اسمه عم ادريس. انا هروح. بارك الله فيكم وعليكم. اشكرك.
الهبل للنصابين. الاسم فاطمة صحيح؟ صحيح. الأم تفيدة صحيح؟ صحيح. واللي عليه القول والعين اسمه خباص. ايه خباص ده مين؟ جن من العالم السفلي، من عائلة شيطان، من أكبر عائلات الجان. أشكرك أشكرك. أنت تعرفه يا عم إدريس؟ خباص جن شقي، جن نسوانجي. نسوانجي؟ بيحب حريم الإنس وبيكره حريم الجان، حريم أهله. وأنت عرفت منين إن هو مش يمكن جن تاني غير النسوانجي بتاعك؟ أهل العلم يعلمون. وأنت بقى من أهل العلم؟ واجعلنا فوق كل ذي علم عليم. كفاية يا فاطمة، احنا جايين هنا عند عم ادريس عشان يساعدنا، مش عشان تعملي معاه تحقيق وسين وجيم. ياما انا عايز اعرف ايه اللي عندي، مش تاريخ جن سفلي اسمه النسوانجي. انت ملموسة. يعني ايه ملموسة؟ يعني مخوية، مخوية جن اسمه خباص، واختارك انت علشان يخويكي. اختارني انا ليه؟ ويعني ايه خوين؟ يعني بيحبك، وعلشان يوصل لغرضه مصر انه يتجوزك. الاخر هتقول لي يتجوزني؟ هو في جن بيتجوز انس؟ الكتب مليانه حكايات عن الانس والجن اللي اتجوزوا بعض. ومين بقى اللي يصدق الكلام ده؟ اللي مش مصدق يجي يشوف حاله حضرتك علشان يصدق. خليك معايا خليك معايا خليك معايا. في جن بيظهر لك ولا لا؟ ايوه. بيكلمك؟ ايوه. بترد عليه؟ برد. بيلمسك؟ ما حاولش. حبه ليكي من النوع الخاص، طلب يتجوزك ولا لسه؟ طلب. قلت له ايه؟ قلت له نجوم السماء اقرب لك. انت في حكم شرعه ومراته دلوقتي، ومن حقه يطالبك بحقوقه. حقوق ايه؟ حقوقه الشرعيه، راجل ومراته. كلام ايه ده يا عم ادريس؟ امال احنا جايين لك ليه؟ انتوا جايين طالبين الشفا، والشفا عند الحكمة. روحوا للحكمة. ما رحنا للحكمة، ولما تعبنا جنالك، واحنا متعشمين في كرامات. انا ماليش كرامات، انا ماليش كرامات. حي حي، دي كرامات الاسياد. وحياه الاسياد يا سعيد، دي بنتي. بنتك رافضه مساعده الاسياد. ساعدني يا عم ادريس. الاسياد لها الطاعه، لها الامر، واحنا علينا التنفيذ. حاضر. طلبات الاسياد احكام. الأولى بسم الله، والثانية بسم الله، الثالثة بسم الله، والرابعة بسم الله، والخمسة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بقى زهقت، ما فاضلش غير لفة. تعالي لف فيها، ربنا يسترك. لا لا، ليه؟ احنا مش اتفقنا نسمع كلام الأسياد؟ ماما أنا عايزة أخلص من جن، تجيبي لي فرقة أسياد؟ يا حبيبتي احنا مش جربنا الدكاترة وعلاجهم ومفيش حاجة نفعت، مش هنخسر حاجة لما نجرب أسياد عم إدريس. أنا عقلي رافض عم إدريس وأسياد عم إدريس واللي بيعمله واللي بيقوله كل حاجة. عشان خاطري يا فاطمة اديله فرصة يا حبيبتي. احنا دلوقتي زي الغرقانين يا بنتي اللي بيتعلقوا بأي أشياء، وما نفعش أهو يبقى من جملك. يا ماما أنا تعبت بقى، تعبت تعبت تعبت. معلش معلش يا حبيبتي.
استاذ محمد مركب ترويه لازم النابل بالشبه اللي قاعد بيحكي لنا على حوالين الميت 7 لفات وتقول الكلام اللي هقول لك عليه. مستحيل. شوف لك حاجه تانية غير القبور والميتين. حي خلاص انت الجني على روحك. يعني دي الحاجه الوحيده اللي هتصرف الجن عنك وما تخليهوش يقرب ناحيتك. واذا رفضت اعمل كده هيحقق غرضه اللي بيجري وراه من ساعه ما عرفك. لازم يموتني الأول قبل ما يمد إيده ناحيتي. يموتك ليه؟ ده هو هيخطفك بس علشان تعيش معاه في عالم الجن بتاعه. يخطفها؟ يخطفها إزاي؟ في ناس كتير بتتخطف كل يوم وما بنعرفش اتخطفوا إزاي وليه وبيروحوا فين. إيه؟ أنتوا ما بتقروش جرايد. حي حي لا إله إلا الله، خليك معايا. أنا بحبها يا أمي. أنت عارف إن الحب جريمة في شرعنا. الحب ممنوع. مرفوض رفضا باتا عند معشر الجن. جريمة، مرفوض، ممنوع، كل ده ما يهمنيش. وما تسألنيش أنا حبيتها إزاي وليه. المهم أنا حبيتها وخلاص. ابعد عن الإنسية دي، ما تشوفهاش تاني، انسيها. ما أقدرش يا أمي، حاولت وما قدرتش. أحرقها، ولع فيها نار. ما أقدرش. اقتلها. ما أقدرش. خليها تموت نفسها. ما أقدرش. طب كده ما بقتش ابني، بقيت واحد تاني معرفوش ولا عايز اشوفه. انا عارف ان انت غضبان عليا. انا غضبان عليك من يوم ما شفت الانسيه دي معاك. ارجع عن سكتها والا هلعنك ومعشر الجن كله هيلعنك. مهما لعنتوني برضه هفضل حبها. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ هتقف قدام محكمه الجن بكره. عارف. وكل ده ومش همك؟ كل اللي يهمني ان فاطمه تحبني زي ما بحبها وترضى تعيش معايا. خدها غصب عنك. اخطفها وهاتها هنا. احبسها. اضربها عذبها لحد ما تخضع لك.
بس يا ضناية بس. اهدي اهدي. طب ايه كل ساعة؟ حصل يا نادي؟ ها؟ طيب طيب انا هروح حالا. مع السلام. اللي كان تعبان. ايه اللي حصل يا فاطمه؟ دكتور محسن بيقول اني جيت هنا في حاله انهيار عصبي حاد. ايه اللي حصل يا فاطمه؟ حكايه ادريس وازاي تروحي له وليه؟ ده مشعوذ ودجال. دكتور محسن بيقول انك ما كلمتيش ولا كلمه من ساعه ما دخلت المستشفى. مش عايز اكلم. وبعدين يا فاطمه؟ حد يخصم الدكتور اللي بيعالجه؟ اكلمه ليه؟ مش مصدقني. ازاي يعالجني من مرض هو مش معترف بوجوده؟ اعذري يا فاطمه، محسن كطبيب بيفكر في علاجك باسلوب علمي محض. انا مش اقل منه في العلم. انا كنت وما زلت مؤمنه بوجود الجن، ودليلي العلمي ان دي حقيقه مذكوره في القران وفي جميع الكتب السماويه المقدسه. ده صحيح يا فاطمه، وانا زيك مؤمن بوجود الجن. بتقول كده عشان بتحبني؟ لا يا فاطمه، أنا بقول كده عن إيمان بكل كلمة في القرآن وجميع الكتب المقدسة عشان بحبك يا فاطمة. فاطمة أنا شفت الجن. أنت بتقول إيه يا أسامة؟ صدقيني يا فاطمة، أنا شفت الجن في بيتي واتكلمت معاه كمان. هو سبب حادثة العربية وسبب انفجار السخان في البيت، هو اللي بلغني خبر تعب والدتي قبل ما يكلموني من البلد. حضرته عاملني شغلته دلوقتي زي بعض يا ستي، بس يبعد عنك شويه. دكتور اسامه. افندم. دكتور ماكسن ايزك. حاضر، انا جاي حالا. بعد ازاي تروحي عند واحد زي ادريس على اعتبار انها انسانه مثقفه متعلمه؟ ازاي تصدق دجال زيه؟ وقالت ايه؟ قالت لي من يأساه. يأساه من ايه؟
يا سام العلاج من كل الناس اللي مش قادره تصدق ان في عفريت من الجن بيحاول يستولي على قلبها وروحها وحياتها كلها يا محسن. وقالت ايه كمان؟ مش مهم تعرف قالت ايه، المهم تعرف انها اتكلمت وانها كانت ممتنعه عن الكلام، مش فاقده النطق زي ما انت بتقول. يا محسن ارجوك ارجوك لازم تصدقها. اقسم لك بالله العظيم ثلاثه انا شفت العفريت بعينيا دول. ايه رايك؟ تعال معايا يا دكتور اسامه. اتفضل. هربت هربت. الخوف لا تنتحر ولا تعمل في نفسها حاجه. انتحر يا بنتي. عاوزه تموتي نفسك؟ تعب وكل اللي حواليا تعبوا بسببي. هو كل من تعب يوم في حياته يوم يموت نفسه؟ انت لسه صغيره ولسه قدامك عمر طويل تعيشيه. الموت هو اللي هيريحني، اللي تعبني مش هخلص منه غير بالموت. مين اللي تعبك؟ هقول لك ايه بس مش عارفه. على كل حال الموت مش هيهرب، ممكن يستنى لحد بكره، يمكن الظروف تتعدل. مفيش حاجة هتتغير، بكرة زي النهار. ما بين لحظة والتانية كل شيء بيتغير. تعالي يا بنتي تعالي معايا أوصلك بعربيتي. هنروح فين؟ هرجعك مطرح ما كنت. انت؟ انا بحبك يا فاطمه، وحبي ليك ده يعني انا. الحب عندنا ممنوع مرفوض، يعتبر جريمه زي جريمه الكفر عندكم. ولما اعترفت ان انا بحبك حكموا عليا بالسجن، ولما عرفت انك انت ناويه تموتي نفسك هربت. المهم أنا عايزك تكوني سعيدة مبتسمة، تعيشي حياتك حتى لو نسيت الجن اللي ضيع نفسه علشان الحب، عشان حبك.
فاطمة 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 مالك مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. سلامتك يا بطل. عم آدم هو حقيقي في جن؟ يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شوف يا بنتي كل اللي تعرفيه في القرآن اقريه، وكل كلمة في القرآن هتحفظك من الشياطين ومن الإنس كمان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. يا رب يا رب. Oh my!